يقول في سؤاله الثاني: أصحابنا أهل الشاحنات نكون معهم في منطقة كالرياض مثلا، فنأخذ يوما أو يومين مسافرين، ويوجد مسجد بعيد عنا قرابة الكيلو متر، ويقع بيننا وبين المسجد طريق سريع، وقد حدثت فيه عدة دعسات ووفيات، هل يجوز لنا أن نصلي عند سياراتنا أم لا بد من الصلاة في المسجد؟ إذا كان الواقع ما ذكرتم وأنه يحول بينكم وبين المسجد طريق سريع يخشى في اجتيازه من الدهس والحوادث، فهذا عذر يبيح لكم أن تصلوا عند سياراتكم، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن هذا خوف يحول بينكم وبين المسجد، والخوف من جملة الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. نعم.